متواصلين ديما معاكم في البلاي حتى للخمسة متاع العشرين. نواصلوا حديثنا اسبوع حتى للخمسة كما قلت، ونستقبلوا معنا بالتليفون الكوتش متاع اتحاد تطاوين حمادي الدوسي. حمادي اهلا بيك. اهلا بيك، تحية ليك تحية لجميع المستمعين. شنو احوالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله. شو لا تسمع فيا خاطر بحذايا شوية حس اي فما شوية حس بحذاك، اما بون كانت تحاول تلعب علي شوية سينو مش خايب سافا. السلام عليكم. سي حمادي، شنو حوالي الاتحاد الساعة؟ والله إذا في حاجة تعرف قبل فترة الكوفيد معناها كنا في كورب أسوندوف، النتائج كانت طيبة، بقينا فيها التوقف أكيد باش يأثر شوية على المستوى الفريق، لكن الحمد لله ذلك بفضل التحضيرات اللي كانت مكثفة. بدينا بكري شوية، تقريبا عملنا 7 أسابيع تحضير. ان شاء الله معناها تحضيره في دي تكون كافيه باش الفريق يرجع للفورمه بتاعه واحسن من الفورمه بتاعه ان شاء الله. باهي، الى حد الان المقابلات الوديه اللي عملت لهم راضي على اللي قدموا الاتحاد فيهم؟ راضي اكيد اكيد راضي، لانه احنا الفتره الاولى كانت عملنا تربص في مدينه جزيره الجربه، ركزنا اكثر على الناحيه البدنيه، لعبنا في مقابلات وديه ضد فريق الاتحاد في الجزائر. في التربص هذايا الاخير هذايا عملنا 4 مقابلات وديه، قدمنا اداء طيب، لعبنا في الشباب الطيروان، حملت مسير ليفيرونس، امبارح كانت مشكلة في كامل ضد التراجي. راضي معناها نوعا ما، راضي في المجمل على يعني التحضيرات اللي وصلنا لها. ظهر لي حتى البارحة ممكن أحسن مقابلة ودية عملتوها، ما نعرفش كنت أكد لي أنت، حتى وصلت ظهر لي 85 دقيقة لعب باش عدلت لاسبيرونس، ظهر لي نتصور اختبار حقيقي كان البارح الاتحاد وجاهزيته. سي حمادي؟ صوت انقطع، نحاولوا ما عرفش نعاودوا نشوفوا مجيء. سي حمادي تسمع فيا؟ برامو مشكلة متاع ريزو، نحاول نعاودوا نتصلوا بيه. سيد حمادي الدول كوتش متاع اتحاد تطاوين، دونك البارح كما قلت اتحاد تطاوين عمل مقابلة متميزة في مع الاسبيرونس في الحديقة بي، وتعادل 1-1. هدف كان ممتاز جدا للاعب الاجنبي الاتحاد تطاوين، كان متقدم فيه حتى دقيقة 82 باش عدل محمد علي اليعقوبي للترجي. على كل الاتحاد تطاوين من الفرق اللي قاعدة تقدم في مردود ممتاز في البطولة منذ صعودها. الظروف كانت صعبة شوية بداية الموسم السنة، لكن النتائج تحسنت تدريجيا. على كل في انتظار يعود معنا حماد الدو، موجود معنا بالتليفون. سي حماد نعود نرحب بك من جديد، وقلت لك ظهر البارح احسن مقابله لكم الوديه، كنتوا رابحين في مجمل فترات المقابله الاسبيرونس، عدلت في الاخر، ظهر لي اختبار حقيقي ماتش البارح ولا؟ صحيح اختبار حقيقي، كانت مقابله ممتازه، لكن اهم حاجه هو اهم النتيجه هو تطبيق التعليمات، اهم حاجه هي الابليكاسيون، اهم حاجه هو نطبقوا بعض الخطط اللي مش نستعملوهم ان شاء الله في المقابلات الرسميه. كانت مقابلة كانت يعني اختبار حقيقي لفريق اتحاد تطاوين، حتى المقابلات الأخيرة يعني اللي لعبناهم يعني خاصة ضد اتحاد منستيري كانت منافسة كبيرة ما بينه وبين اتحاد منستيري. نعتبر المقابلات هذوما ناجحة، ونعتبر الأهداف تاعنا تقريبا وصلنا لهم باش نكونوا حاضرين إن شاء الله 2 أوت في المقابلة الرسمية إن شاء الله. قبل هذا دونك 2 أوت ماتش مع السياسات، فهل كملتوا المقابلات الودية ولا؟ كمل المقابلات الودية بطبيعة، تو نهارين مش نعطيهم راحة الملاعبية بعد المجهود اللي قاموا به في التربص الأخير، 4 مقابلات ودية يعني كل 3 أيام تقريبا مقابلة. نرجع إن شاء الله نهار 2 للتحضيرات تاعنا، الميكرو سيكل تاعنا اللي فيه مش يكون فيه تركيز أكثر على الناحية الفنية، الناحية التكتيكية ضد نادي الرياضي الصفاقسي، وبطبيعة تو يعني التركيز مش يعلى بطبيعة باش الفريق إن شاء الله في أول مقابلة ليه بعد التوقف هذا بتاع البطوله باش يكون في كامل الجاهزيه بتاعه، خاصه نلعبوا في تطاوين مهمه برشا، 3 نقاط ان شاء الله 3 نقاط ناخذوهم ضد النادي الصفاقسي اللي عنده اكيد زاد طموحاته، لكن احنا جاهزين للمقابله هذه بقدره الله. سي حماد، نعرفوا الانديه التونسيه ظهر الكل تعاني صعوبات ماليه، من ضمنهم الاتحاد ورئيس النادي كيف عكرمة والوذين، شو عملتوا مع الملاعبيه؟ حافظتوا عليهم سيرتو بالقانون الجديد؟ مدوا معاكم فم لاعبيه خسرتوهم ولا كيفاش كيف حافظتوا عليه ولا؟ لا ان شاء بفضل الكوميونيكاسيون، هي كلها ثقه وكوميونيكاسيون ما بين اداره الفريق والملاعبيه. حكينا مع الملاعبيه بطبيعه كلهم جدوا يعني لحتى 30 سبتمبر، رغم اني نعرف اتحاد تطاوين يعني تقريبا 14 ولا 15 لاعب يعني فانت كونترا، لكن الملاعبيه الكل لبوا النداء الواجب وكلهم جدوا العقد بتاعهم حتى 30 سبتمبر لنهايه المقابله، والكل معاهد ان شاء الله باش على الاقل يخرج الفريق من هالوضعيه هذه الصعيبه، وان شاء الله اللاعبيه كل مركزه
وما عندنا حتى مشكله في الناحيه هذه، لانه الفريق تم تعلق كبير من اللاعبين للفريق بتاعه. تعرف سي حمادي زوز مواسم لاصقين بعضهم، معناها يدو في تخوه يوفم السيزون هذه تبدا السيزون الجايه، بديتوا تخموا في الموسم القادم ولا مازال بكري تو الحديث عليه؟ والله باش معناها بدون كلام معناها تاع سياسه، اهم حاجه هو تركيزنا تو على انه الفريق يحافظ على بقائه في النخبه. اكيد نحكيه في الموسم المقبل، اكيد نفكروا في كل شيء، لكن تو تركيزنا كامل ومعناها 100% على انه يمنع الفريق ويقعد في الرابطه المحترفه الاولى. خاطر اللي نعرفه بديت تحكيه حتى في الانتدابات، ظهر لي كان ما تروح اسم لاعب لبناني هكا. لا ما فهمناش الموضوع هذا، بالنسبه لي انا كمدرب الفريق ما تطرحش حتى لاعب لبناني، صحيح ثم لاعبين اخرين من تونس، ثم من الجزائر، ثم لاعب افريقي. لكن كما قلت لك هذوما مجرد اقتراحات، لكن انا معناها تركيزي كامل بصراحه، حتى كي نحكي مع الاداره تركيزي كامل انه الفريق معناها انه نحافظ على هالمجموعه هذه، والمجموعه هذه ندزوها، والمجموعه هذه نعطيوها ثقه، لان هذه هي المجموعه اللي مش تخلينا ان شاء الله في الرابطه المحترفه الاولى، دونك نحافظوا على الملاعبيه بتاعنا. وبعد جايه فتره ميركاتو بطبيعه الفريق هذايا فريق اتحاد تطوير، نقولها معناها من المنبر هذايا، اذا يحافظ على المجموعه هذه مع يمكن جوله رو ريكروتمون، اكيد الفريق هذايا باش يكون عنده شان كبير، لكن اهم حاجه هو توا الفريق يبقى في الرابطه المحترفه الاولى. ما فماش لاعب لبناني لعب مع مراد الهذلي وصح في العهد اللبناني قبل ما يجي الاتحاد؟ بالنسبه لي ما تطرحش الموضوع هذا وما تجبدش حتى لاعب لبناني. باهي باش نطمنوا احباء اتحاد تطاوين، لو كان نحكيو بنسب مئويه سي حمادي، قداش نسبه مئويه نتاع بقاء اتحاد ان شاء الله؟ والله مش بالنسبه المئويه، تعرف احنا عندنا تقريبا 6 مقابلات على الملعب بتاعنا ضد منافسين مباشرين، ضد نادي حملم، ضد نادي بنزرتي، متلوي، عندنا مقابلات 4 مقابلات الاولى مهمه، نلعبوا ضد نادي السويقسي، النجم الساحلي، الملعب التونسي، النادي الافريقي. انا نقول اذا نجيبوا المقابلات بتاعنا في الملعب بتاعنا الفريق يعني ضمن البقاء بتاعه، لكن حذاري من المفاجات، احنا باش نحاولوا ناخذوا النقاط بتاعنا في الملعب بتاعنا ونجيبوا بعض النقاط خارج الملعب بتاعنا، وبقدره الله يعني موقع الفريق ان شاء الله في الرابطه المحترفه الاولى، يعني بنسبه مئويه كبيره ان شاء الله ان الفريق يكون في الرابطه المحترفه الاولى. ان شاء الله نتصور التشكيله جاهزه في ذهنك للمقابله السياسيه ضد يوسف الجمعه الجايه وتوش صغير وكهوا. اكيد تشكيله جاهزه، جربنا في 4 مقابلات الاخيره، دورنا المجموعه، شفنا العناصر اللي مش يكونوا جاهزين في المقابلات سواء في التطاوين ولا خارج التطاوين، على حسب المنافس، على حسب طريقه اللعب اللي مش نلعبوها. بالنسبه لمقابله السياسيه بنسبه 90% التشكيله جاهزه اكيد. يعطيك الصحة، شكرا لك سي حمادي، بالتوفيق لك الاتحاد ان شاء الله في بقية الموسم الجاي، ان شاء الله تضمنوا البقاء نتاعكم. دونك موزيكا في فير بلاي بعد مواصلين حتى